ملف تصحيح الأجور والرواتب نجم مجلس النواب بامتياز. البداية كانت مع وصول رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى المجلس، الذي وعند سؤاله عن الملف رد بالقول: وفي لقاء الأربعاء النيابي نقل النواب عن الرئيس بري أنه إلى جانب قرارات زيادة الأجور والنقل والمنح المدرسية تم الاتفاق على تحديد مؤشر الغلاء سنويا من الآن فصاعدا، وفي ضوء ذلك تحديد نسب غلاء المعيشة وزيادة الأجور والرواتب. كما دعا بري إلى تشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي بصورة عاجلة، وتناول الرئيس بري الأوضاع والتطورات الراهنة وعمل المجلس النيابي واللجان النيابية على أن يتم عقد جلسة يوم الاثنين 17 تشرين الأول للجان النيابية المشتركة بحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء المعنيين للاستماع إلى آخر التطورات الحاصلة في ملف النفط. أما يوم الثلاثاء المقبل فستعقد جلسة عامة لانتخاب أميني السر والمفوضين الثلاثة وأعضاء اللجان على أن ينتخب الأعضاء فيما بعد رؤساء اللجان.